اليوم سنأخذ هذا الدواء لتسليط بفندق مجلس بالرباط من أجل تسليط الضوء على فعاليات المهرجان الدولي للفيلم بفاس الذي سوف ينظم من طرف جمعية المهرجان الدولي للفيلم بفاس بشراكة مع وزارة الثقافة والاتصال وبتعاون مع جهة فاس مكناس وجامعة فاس والمركز السينمائي المغربي. المهرجان سوف يكرم في دورته الأولى سلة من المخرجين المغاربة، ويتعلق الأمر بالفنان الكبير عبد الوهاب التوكالي وكذلك المخرج المغربي محمد عبد الرحمن التازي والأستاذ محمد الكغاط والممثل القدير حسن السقلي. بالإضافة المهرجان سوف يقوم بتنظيم ورشات طيلة أيام المهرجان، وسوف يؤطر هذه الورشات الأستاذ والمخرج السينمائي عبد الله الزروالي، وسوف يستفيد منها حوالي 50 طالبا من جامعة سيدي محمد بن عبد الله، وسوف في آخر المطاف سوف يستفيدون من شواهد تقديرية لهذه الورشات. وأخيرا أختم بلجنة التحكيم اللي قررت إدارة المهرجان إسناد رئاسة لجنة التحكيم للمخرج السينمائي الفلسطيني ذو الجنسية الدنماركية، وهو مخرج معروف على الصدى العالمي، شارك في مهرجان كان وكذلك شارك في مهرجان برلين وشارك في مهرجان روما وأخيرا شارك في مهرجان الدولي للفيلم بمراكش، وهو الآن يحضر معنا في المهرجان الدولي للفيلم بفاس، وسوف يكون في لجنته كل من السيناريست سناء الشيخ وكذلك المخرج المغربي فؤاد السويبة وكذلك المخرج الإيطالي أريكو والممثلة اليونانية ستيلا وكذلك المخرج السينمائي الفرنسي من فرنسا. إن شاء الله غادي نشارك ولكن بواحد الحضور، لأنه لابد أي مهرجان وخصوصا ملي يكون واحد التكريم لابد يكون بالأقل واحد الشريط ديال هذاك المخرج اللي تيتعرض في نطاق هذا المهرجان. ولكن اللي تنتمنى لهذا المهرجان وخصوصا أنه بغى يبدا كبير، هو يعني دولي، تنتمنى له التوفيق، ولكن بعض الأشياء خصها توفر له، لأنه خصنا نشوفوا الاستمرارية أولا، ثانيا نخمو في الدورة الثانية ونخمو أنه إذا كانت هذه الدورة الأولى نجحت لابد تعطي واحد طابع للسنوات المقبلة. إذا المشاركة لابد منها، لأنه أنا ابن مدينة فاس وأكثر الأفلام ديالي تدور في هذه المدينة، عندي واحد الغير عليها، وكان لابد يكون واحد المهرجان في هذه المدينة، وإن شاء الله يكون هذه انطلاقة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.